بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لطلبة سنة 5 برايمري 5، والنهاردة بنتكلم على علاقة الماجنتيزم and electricity، العلاقة بين الماجنتيزم المغناطيسية والالكتريستي اللي هي الكهرباء. تبتدي الحكاية بتاعتنا ب الماجنتيك افكت اوف الكتريك كارنت، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. وابتدت الحكاية هنا اهو بان هو جاب كومبوس، بوصلة، حطها قريب من واير في الكتريستي في كهرباء، فلقينا ان الكومبوس نيدل بيحصل لها ديفليكت، يعني يبدأ تتهز يمين شمال على اساس ان في تعارض ما بين المجال اللي بيطلع من الواير، في مجال مغناطيسي طالع بيأثر على الماجنت فيلد اوف نيدل، بيأثر على المجال المغناطيسي بتاع الإبرة. وعلى أساس بدأنا نفكر في الحتة دي، بدأنا نعمل حاجة اسمها إلكترو ماجنت، اللي هو المغناطيس الكهربي، اللي هو دي صورته أو فكرته. جبنا مسمار، المسمار ده مصنوع من سوفت ايرن أو بنسميه رافت ايرن، حطينا حوالين منه سلك ملفوف كتير جدا، فده عبارة عن كبر كويل متوصل ببطارية، دي ده باتري او بنسميها دراي سيل. في اثناء مرور حركة الكهرباء في الكويل بيطلع ماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي من الكبر كويل اللي بيمتصه الايرن، اللي هو مصنوع من سوفت ايرن او رفت ايرن، اللي هو بيقدر بسهولة جدا يتحول لماجنت ويعمل اتراكت، يجذب الاشياء. لو فصلت الكهرباء كل حاجة هتقف ويرجع تاني المسمار زي ما كان قطعة حديد. فده كده انا بصنع ماجنت، الماجنت ده بستخدمه وقت ما احب ماجنت، وقت ما افصله بفصله. فالالكترو ماجنت بيحول الالكتريك انرجي لماجنتيك انرجي. When the electric current pass through twist wire in the form of coil حوالين المسمار المصنوع من الرفت اير، اكتشفنا ان هو تحول الالكتروماجنت. سمينا الماجنت ده ايه؟ سميناه الكتروماجنت، وده يعتبر ماجنت تامبوري، تامبوري ماجنت يعني ماجنت مؤقت، اللي هو افصله اشغله حسب ما انا عايز. طب هل ممكن ازود الباور بتاعه؟ هل ازود، هل عنده ممكن نزود قدرته؟ ينفع، يما اعمل انكريز للنمبر اوف كويل تيرنز، ازود عدد اللفات اللي موجوده حوالين المسمار، يما اعمل انكريز للانتنسيتي اوف الكتريك كارنت، ازود الكهرباء عن طريق ان ازود بدل البطاريه بطاريتين، ده يزود القدره بتاعته ويزود الماجنتيزم بتاعه. It uses of electromagnet في الوينش او اللي احنا بنسميه كرين، اللي هو الونش الكهربي اللي هو بيشيل قطع الحديد الكبيرة. الالكتريك بيل الجرس، الالكتريك ميكسر الخلاط، ديسك درايف اللي هو السي دي روم، التلفزيون. عندنا 5 استخدامات للالكتروماجنت مهمة جدا، وصورته المفروض نبقى حافظينها كويس جدا، علشان من الحاجات المطلوبة في الامتحانات نبقى حافظين الصور دي كويس بالبيانات اللي عليها. فيها 3 حاجات مهمة جدا، فيها سوفت ايرن اللي هو رفت ايرن، فيها كبر كويل، فيها دراي سيل او باتري. بعد كده بنتكلم على الفكرة التانية اللي هي المقابلة ليها، هل ينفع يكون الماجد ليه تأثير كهربي؟ ودي الفكرة التانية واللي اكتشفها واحد اسمه فاراداي. فاراداي ده الشخصية اللي اكتشف ان انا ينفع اطلع مجال كهربي من ماجنت. ففي البداية كان جاب ماجنت على شكل حرف يو، حط فيه بين طرفينه واير، وصل الواير ده بجهاز بنسميه اميتر، والاميتر ده المفروض ان هو بيقيس مرور اي كهرباء. بدأ يحرك الواير اب اند داون، فالواير ده بيجي ده بيقطع، بيعمل كاتنج للماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي اللي ما بين طرفين الماجنت. فعلى اساس الكلام ده حصل جنريت، توليد لإلكتريك
كارنت في الواير، والاميتر بدأ يحصل له اميتر بوينتر يحصل له ديفليكت، المؤشر بتاعه يقيس ان فيه كهرباء. ومن اساسه كده احنا كده خلاص اكتشفنا ان كده الماجنت هاز الكتريك افكت، خلاص كده الماجنت عنده تأثير كهربي غير اخر. وعن طريق موفينج ماجنت انسايد كبر كويل اقدر اعمل جنريت للكتريك كارنت، ودي الفكرة اللي قدامي. فده كده الكبر كويل وده الماجنت البار ماجنت. في حالة حركة الماجنت او الواير داخل الكبر كويل فبيعمل جنريت للكتريك كارنت، وبحول الطاقة الميكانيكال لطاقة الكتريك. الميكانيكال المقصود بيها الحركية، الطاقة الحركية، ان حرك الماجنت او حرك الكبر كويل داخل بعض بيولد الكتريك انرجي. وبرضو ينفع اقدر ازود الطاقة بتاعة الالكتريك كارنت اللي طالع، ينفع ازوده. يا اما اعمل برضو يوزنج سترونج ماجنت، استخدم ماجنت اقوى، او ان انا اعمل انكريز النمبر اوف كويل تيرنز، ازود عدد اللفات في كبر كويل. عندنا نوعين من انواع الدينامو، الدينامو اللي بتاعه صح الدينامو، بس هو مشهور جدا عندنا. يعني الدينامو عندنا في منه سمول دينامو وفي عندنا هيوج دينامو او جنريتور. ده كده السمول داينامو، ده بيبقى دايما موجود غالبا في العجل، بيتركب عشان يشغل اي حاجة زي لمبة صغيرة او زي اي زي الجرس، فده بيولد تيار كهربي. بيبقى عبارة عن سلندر، هنا اهو السلندر دي بتلف مع حركة التيار العجلة، يعني دي بتبقى لمسة في العجلة فبتتحرك مع حركة العجلة. ومن جوه هنا اهو بيبقى فيه ماجنت، والماجنت ده ماجنت بيلف حوالين كبر واير اللي متوصل بالطرفين اللي تحت اللي بيطلعوا لي كهرباء. تبقى حركة السلندر اللي فوق دي مع حركة التاير تلف الماجنت، والماجنت يتأثر أو يأثر على الكبر كويل ويطلع لي كهرباء. الفكرة بطريقة تانية أهي، ده كده عندنا ماجنت وفيه هنا كبر كويل، فانا بحرك الكبر كويل عن طريق الويل دي، العجلة ديت بتلف العجلة دي فبولد التيار الكهربي. في النهاية انا اقدر اقول ان الدينامو عندنا او الداينامو بنطق الصح بتاعه، فالداينامو بيحول الكاينتيك انرجي لالكتريك انرجي. ايه الكاينتيك؟ هي نفسها الميكانيكا اللي هي الحركة، طاقة الحركة بحولها لطاقة كهربية. فالداينامو تشينج كاينتيك انرجي لالكتريك انرجي. يبقى كده احنا خدنا ملخص لطيف عن الدرس، وان شاء الله احنا الحلقة الجاية هنتكلم على درس الميكيتشر بإذن الله. شكرا جدا، سلام عليكم.